وزير. Two questions to أستاذ محمد مصطفى، تفضل، من وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. سؤالي للسيد الوزير سامح شكري. الأسبوع الماضي شاهد مجلس الأمن انتكاسة جديدة يا فندم فيما يخص تعامله مع الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء فشله طبعا في اعتماد قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة نتيجة للفيتو الأمريكي. ونحن نعلم في الوقت نفسه أن أيرلندا لديها موقف متقدم يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل يمكن إطلاعنا فندم على خطة التحرك المستقبلية في موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ضوء عجز مجلس الأمن الأخير؟ وهل يمكن أن نرى اعترافا مستقلا من جانب دول أوروبية بفلسطين طبعا؟ وإذا كانت الدول العربية ومصر تحديدا لديها مقترحات في هذا الشأن. شكرا يا فندم. الأمر في الأمم المتحدة طبعا يتم من خلال البعثة المراقبة لفلسطين في الأمم المتحدة والقرار الذي تتخذه المدعوم من المجموعة العربية. بعد فشل مجلس الأمن في الاعتراف بفلسطين كعضو كامل، وهذا المسعى هو بالغرض منه هو تأكيد جدوى حل الدولتين، وكان يجب أن يتم لإقرار مرة أخرى توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين، وجود دولة فلسطينية قائمة. هناك اعتراف من حوالي 130 أو 135 دولة بالدولة الفلسطينية، ولكن أن يتخذ مجلس الأمن قرار في هذا الشأن بالعضوية الكاملة له مغزاة وله تأثيره. أتصور أن الخطوة القادمة سوف تتم من خلال الجمعية العامة، ومن المنتظر أن تأتي بتصويت واسع نطاق دعما للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى أيضا اتخاذ دول لم تعترف بعد، خاصة دول أوروبية، في ضوء المشاورات والاتصالات التي نجريها معها. هناك عدد من الدول، ربما الوزير أشار إلى أن هناك تقدير للتوقيت الملائم لعدد من الدول لاتخاذ قرار في هذا الشأن، وهذا القرار معبر مرة أخرى عن التوافق الدولي حول ضرورة إنهاء الأزمة من خلال حل الدولتين. الجزء الثاني من السؤال كان مرتبط ب نحن دائما في مقترحات مصرية فندم أو عربية. نحن دائما نسعى للتعامل مع الأزمات، أزمة الخاصة بالحرب في غزة للوصول إلى إنهاء الأعمال العسكرية، توفير المساعدات للشعب الفلسطيني، منع تصفية القضية من خلال التهجير، وأيضا النظرة إلى كيفية إدارة وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني عندما يتم الانتهاء من الحرب والأعمال العسكرية، وما يتعدى ذلك في إطار الحل الكامل للقضية. القضية المزمنة لها أثار بالغة السلبية على المنطقة، شاهدنا الاحتمالات القائمة من توسيع رقعة الصراع بالتراشق الأخير فيما بين إيران وإسرائيل، وإمكانية أن يتسع هذا الصراع إلى درجات أوسع ويكون لها أثار أكثر سلبية بالنسبة للدول. لدينا الوضع في البحر الأحمر وتأثيره على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، فدائما مع شركائنا من الدول العربية المتأثرة بشكل مباشر التي لها دور تقليدي نقوم ببلورة أفكار كلها تصب في النطاق الإيجابي بحل الأزمة والانتهاء من الصراع ودوائر العنف. لكن لابد أن تكون هناك إرادة سياسية لدي أحد طرفي الصراع. السلطة الوطنية الفلسطينية الممثلة عن الشعب الفلسطيني احتضنت المبادرة العربية، احتضنت الاعتراف بدولة إسرائيل. دائما
تدعو إلى الحل السلمي للصراع وعلى أساس حل الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على الجانب الآخر أن يأخذ موقف. وللأسف التصاريح المسؤولين تشير إلى أنه ليس هناك احتضان لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية. ففي ضوء انتفاء الإرادة، لا أعلم إذا كان دعوات المجتمع الدولي هي مجرد دعوات لفظية وعليها أن تتحول. إذا كان هناك مصلحة لدي المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في هذه المصلحة في هذه المنطقة، فهناك ضرورة بأن تتعدى دعم حل الدولتين للدعم اللفظي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تؤدي إلى إقامة الدولة. وهناك الآليات في مجلس الأمن قادرة على أن تتخذ القرار الملائم في هذا الصدد. سؤال آخر، مستر ميلوني from Irish Independent. Sorry, if you but, oh, please, in response to the last question, سؤالك الأخير. Just to say that أود أن أقول هناك العديد من الدول ذات العقلية المتشابهة في الاتحاد الأوروبي، هم بالفعل يعملون معا في مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، والموقف الإقليمي يدعم منظور مبادرة السلام، وكذلك بعض الدول تدعم هذه العملية، كذلك مع منع العنف في قطاع غزة. كذلك فإننا نؤمن وندعم التصويت المقبل فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين. نحن ندعم ذلك، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والعديد من وعدد من الدول في الاتحاد الأوروبي تعقدان جلسات للمباحثات فيما يتعلق بهذا الموقف، ولكن هؤلاء ثلاث دول تدعم التصويت لصالح فلسطين والاعتراف بها كدولة، ونحن بالفعل ننسق مع الجانب الأوروبي لتحقيق تطلعاتهم على أساس حل الدولتين. والجميع أظن أنه ينتظر هذه القرارات والمفاوضات تتم وتجري على قدم وساق. بالفعل لا يمكننا أن ننتظر تحقيق هذا القرار حتى الأبد، ولكن يجب أن تكون هناك جهود مشتركة وحثيثة. سنتر ميلوني، زرت تركيا بعد غزو واشنطن، الحرب تتفاقم هناك، وأظن أن الموقف صعب للغاية. ماذا عن المأساة التي حدثت هناك؟ هناك أكثر من 300 شريك، وكذلك ماذا عن الاتهامات التي تتلاحق بالجانب الفلسطيني؟ وكذلك فيما يتعلق بالموقف الروسي الأوكراني، ماذا عن هذه المأساة التي تحدث في أوكرانيا، وماذا عن هذه المأساة التي تحدث في غزة؟ ماذا عن الموقف الروسي؟ أود أن أقول أنني قمت بشكب وتنديد الهجمات في قطاع غزة، وأنا في عام 2009 ذكرت أنني في تصريحاتي قلت أنه لا يمكن قصف غزة لأن هذا القطاع يكتظ بالسكان، هم مدنيون. وكذلك أنا أدنت القصف الذي استهدف غزة، وكذلك هو كله غير مقبول من الناحية الإنسانية. الأطفال والنساء قتلوا، وكما ذكرنا سابقا شاهدنا العائلات تتوجع في مشهد واحد. أظن أن هناك 18 طفلا قتلوا. بالنسبة إلي هذا كله غير مقبول، وهذا كله أعمال وحشية بربرية ليس لها مسوغ. وأنا أرى أنه بشأن المقابر الجماعية
order analysis of that. التي شاهدناها نحن في انتظار تحليل الموقف، ولكن ومرة أخرى كل هذه الأعمال بحاجة إلى أن تحكم وفق القانون الإنساني الدولي. وأيرلندا نفسها قدمت طلب أمام المحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال. وكذلك أود أن أقول أن النائب العام ذكر، وأود أن أقول أنه قدمنا عدد من الدفوع في هذه القضية، وهي الآن قيد التحقيق من الناحية القانونية أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالقضية التي تم تحريكها والدعوى التي تم رفعها، ولا يمكن أن ندخل أنه شأن قانوني، ولكن أود أن أقول أن أيرلندا يحكمها القانون الدولي الإنساني، وهذا هو موقف أيرلندا مثلما هو الموقف في كل القضايا. وأود أن أقول أن الأمم المتحدة تعمل بنظام متعدد الأطراف، وأنا أقترح أن مجلس الأمن برمته عليه أن ينظر في مثل هذه المواقف والنظر في الموقف في غزة وفق القانون الإنساني الدولي. نحن لا نتدخل سياسيا في أعمال محكمة العدل الدولية، ولكننا نقدم الدفوع لها لأداء وظائفها على أساس الموثوقية. هذا الموقف بحاجة إلى التحقيق بشأنه. ليس لدي أي علم بشأن مستقبل هذه الأمور، ولكن نحن نتمنى أن نرى وقفا لإطلاق النار، ماذا وإلا سوف يتحول الموقف من سيء إلى أسوأ. أنا شخصيا أخشى من أننا نشهد أكثر سوءا وسوءا فيما يتعلق بأعمال التدمير وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي، فإن وسائل الإعلام الأوروبية يجب أن تصل على أرض غزة حتى ترقب عدسات الصحافة ما يحدث في غزة. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم دعوتهم إلى غزة لأن يروا بأم أعينهم ما يحدث في قطاع غزة، لأننا لا يمكن أن تتجاوز عن شيء رأيته بعينيك وكم هذه المعاناة على شاشات التلفاز، ولكن إذا ما رأيت هذا الأمر بعينيك وأنت في ساحة المشهد أظن أن الأمر قد يختلف. إذن أتمنى أن تقف هذه الأعمال العدائية، وأتمنى أن تنقل الصحافة المشهد بكل حيادية، لأن العالم لا يمكن أن يستمر مع آلة الحرب الدائرة. وأظن أن على سبيل المثال الأونروا على سبيل المثال، هذا مجرد مثال. ماذا عن مستوى الإقاء العشاء السكنية؟ ماذا عن مستوى التعليم والمدارس؟ وكأنها أعراف جديدة فرضت على الواقع الفلسطيني، سواء ما نرى ذلك في أوكرانيا أو ما نراه في غزة. العالم يجب أن يتحرك. علينا أن تتوقف، أن ندعم توقف الأزمة في السودان على سبيل المثال. ثلاث قضايا أساسية: السودان وغزة وأوكرانيا. العديد، مليارات الأشخاص في حالة نزوح، في حالة معاناة إنسانية. بالفعل هذا لا يجب أن يستمر. أضيف إلى ما ذكره معالي الوزير، أدعم الموقف الذي ذكره. وبالفعل فيما يتعلق بهذا الموقف يجب أن تكون هناك تحقيقات، ولكن الإشكالية هنا هو أننا ننتظر تحقيق بعد تحقيق بعد تحقيق، ولا شيء على الأرض، ولا شيء ينفذ. وهذه هي الإشكالية التي تحدثت إليها مع معالي الوزير. إذن سهولة وصول وسائل الإعلام حتى يتم تسليط الضوء على هذه القضية ورفع الرقابة على وسائل الإعلام حتى تنقل الصورة. إذن فيما يتعلق بمدى ثقل الأدلة ومدى عظم الأدلة التي يتم تقديمها والدفوع التي يتم تقديمها بصفة يومية، كل هذا بالفعل أظن أنه كافيا لتحريك ضمير المجتمع الدولي لتحديد هل هذه هي القضية أم لا. ولكن هذه الطلبات وهذه الدعاوى، ومع تقديم وبالنظر إلى الأدلة المادية
الماضية التي يتم تقديمها، ومع كل هذا الأسى والأسف التي تنقله وسائل الأعلام في غزة، كل هذا أمر مؤلم وصور مؤلمة. الأطفال الذين يعانون، ليس فقط وفيات وليس فقط قتلى، ولكننا نتحدث عن إصابات. إذن هذا هو الموقف، وهذا هو ما أعرب عنه معالي الوزير، وأنا كل ثقة وكل دعم لما قاله معالي الوزير، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الصورة وعدم تحييد القيم الأخلاقية. شكرا سيادة الوزير. سامح شكري، حضرتك أشرت إلى التقرير اللجنة المستقلة الذي صدر بالأمس بالنسبة لحيادية الأونروا، وتأكيده على حيادية الأونروا وأنه لا يمكن الاستغناء عن دورها. هل هناك خطوات قادمة تنوي مصر والدول العربية القيام بها لإعادة الثقة واستعادة الثقة في هذه المنظمة؟ دي أول نقطة. لو تسمح لي بسؤال تاني، جهود الوساطة تتعثر يوما بعد يوم حاليا، فهل هناك أي أمل في التوصل إلى محاولات للتهدئة؟ وهل الأمر يتجه إلى مزيد من التصعيد بالنسبة لرفح الفلسطينية واقتحام رفح الفلسطينية؟ وهل يمكن أن نقول أن هناك إعلام فشل حاليا لفرص التوصل إلى هدنة؟ شكرا. مصداقية الأونروا لم تكن في أي مرحلة موضع شك لدينا ولدى عدد كبير من الدول في المنطقة وخارج المنطقة، وإنما دائما هناك كان ثقة وهناك كان دعم وهناك كان تأييد للأونروا من منطلق المعرفة الوثيقة بالدور الذي تلعبه، حيويته، تأثيره، والثقة في القائمين عليه. المدير للأونروا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، بالحيادية، بالمبادئ الأخلاقية، ويدير المنظمة على هذه الأسس. وكان التقرير الذي صدر في حد ذاته هو دليل آخر على كل ما كان في اعتقادنا من وثقتنا في المنظمة. ويجب أن يكون التقرير فاصل وحازم، وتنتهي أي شكوك أو أي إطلاق لشبهات ليست لها أساس. ويجب أن كافة الدول التي علقت مساهمتها أن ترجع عن هذه القرارات، بل الدول التي لديها القدرة في ضوء المعاناة الضخمة الإنسانية والاحتياجات الضخمة الإنسانية في غزة، أن تزيد من مساهمتها لمواجهة هذا الوضع في غزة. نحن نحذر كما يحذر غالبية أعضاء المجتمع الدولي من مخاطر اجتياح رفح عسكريا، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد القتلى من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال. ولكن كما قلت، المطالبة اللفظية والدعوة اللفظية لا تكفي ربما لإقناع بضرورة الامتناع عن هذه الخطوة، وإنما يجب أن تكون هناك عواقب وأثار في حالة ألا يتم التمشي مع ما هو متفق عليه لدى أعضاء المجتمع الدولي. إما أصبح الأمر شكلي وننتظر كما هي الحال أن ندعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي، فنرى تكرار المخالفة وتجاوز القانون الدولي مرة واثنين، والآن الحالات التي أشرنا إليها من الدفن الجماعي للضحايا والملابسات اللي أدت إلى ذلك. متى نقر بأن هناك عواقب ونتائج تتخذ ربما تجعل هناك انتباه أكثر بضرورة تجنب ما يدعى إليه من إجراءات تؤدي إلى مزيد من المعاناة؟ سوف نستمر في العمل بدون شك للتوصل إلى وقف إطلاق النار. لابد من صياغة موقف يتم التوافق عليه من قبل الطرفين، ولن نيأس، لأنه لا يمكن أن
تستمر هذه الحرب وأثرها، ونأمل أن نصل إلى اتفاق عاجلا وبما يكون له أثر على توفير المساعدات للشعب الفلسطيني وإعفائه من استمرار ويلات هذه الحرب. لكن نطالب أن تكون هناك الإرادة السياسية التي تجعلنا نصل إلى هذه النقطة، وطول أمد هذه المفاوضات قد يضع في شك وجود هذه الإرادة السياسية. Mr. Barry White from Barra Media. Barry White from Barra Media. Barry White from News Talk. Well, Ireland and other countries. أيرلندا وعدد من الدول مثل سلوفينيا ومالطا تعترف بفلسطين. ماذا عن إنفاذ عملية السلام؟ وكما ذكر معالي الوزير شكري في منطقة رفح، ماذا عن الموقف الحالي وماذا عن القيود والعراقيل أمام هذا الأمر، وماذا عن اللاجئين الفلسطينيين؟ أولا فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات أولاهما هو تصويت الدول الأعضاء، وأنا شخصيا أدعم وجهة النظر التي اتخذتها بعض الدول فيما يتعلق بفلسطين، وكذلك ربما أن تتولى السلطة الفلسطينية أن تكون لها السلطة وأن يكون لها السيطرة في فلسطين لعدة ربما سنوات. ذلك لأن حتى أن الفلسطين نفسها تستمع إلى مثل هذه المقترحات ومثل هذه المبادرات، وبالفعل نحن نحاول أن ندعم أن يستمر المسار في حل الدولتين، وكذلك نحن بالفعل نتابع المناقشات والكلمات التي ذكرتها مسبقا. أود أن أقول أنها تدعم لفلسطين وأننا ندعم حيازتها على العضوية الكاملة، لأن من يرغب في العيش بسلام مع الجيران الإسرائيليين، وعلينا أن نفعل ذلك وفق حل الدولتين. كما ذكرت في إجابتي السابقة، الاعتراف يجب أن يكون في إطار خطة سلام. خطة السلام بالفعل تم طرحها أمام الاتحاد الأوروبي وأمام الولايات المتحدة كأساس للمفاوضات وكأساس لإعمال حل الدولتين. هذه خطوة في غاية الأهمية، وربما أنه من الشيق، ولكن ربما من الغرابة أن نستمع إلى أصوات معارضة لمثل هذا المبادرات، لأن هذا قد يكون له تداعيات وخيمة. بالفعل بعض الدول لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين وتعمل على تأخير وإرجاء والمماطلة في إعمال هذا الحل. إذن هذا هو ما نحن نحاول أن نفعله، وأن ندعم حل الدولتين، ونأمل أن نصل إلى وقف إطلاق النار في القريب العاجل. وبالفعل اطلعنا على مبادرة السلام ونحاول أن ننفذها، ولكن على كل الأطراف أن تقتنع. بشأن ما ذكره معالي الوزير بشأن صياغة السؤال، أظن أنه قد يعكس صورة سلبية. معبر رفح لم يحدث وأن يغلق، وإنما هو مفتوح دائما لإيصال المساعدات الإنسانية. معبر رفح مفتوح وتم تعديله حتى لاستيعاب المساعدات الإنسانية، وهناك نقاط لعبور اللاجئين، وكذلك أصبح مناسبا لاستيعاب حتى الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية. وقمنا بتحديث المعبر، وهناك كذلك أطراف متعددة الأطراف، بعض الأيرلنديين وبعض الجنسيات الذين هم كذلك زاروا البلد، وكذلك حصلنا على استقبلنا 5,000 مصاب عبر معبر رفح لتلقي العلاج في مصر، ومن ثم هذه عملية كاملة نحن نتحدث هنا عن أعمال التأشيرة وما إلى ذلك، منح التأشيرة وما إلى ذلك. ومرة أخرى
coordination. هناك درجة من التنسيق has provided lists مع الجانب الإسرائيلي الذين قاموا بتقديم قائمة بمن يخرج من فلسطين. إذن غزة إذن نحن نبذل قصارى جهدنا ولا ندخر جهدا في مثل هذه الأوقات العصيبة لتقديم مزيد ومزيد من الدعم بأقصى قدر ممكن للشعب الفلسطيني في قطاع في غزة، وكذلك لأولئك الذين يرغبون في الخروج من غزة ربما لترك العلاج أو لأسباب أخرى. ولكن مرة أخرى فإن سياسة النزوح العمدي وبيئة هذا النزوح العمدي وأن يجعل غزة غير قابلة للعيش وأن تكون غير مأهولة وإفراغها وإجلاء سكانها عنها، هذا كله ضد حق الفلسطينيين في حق تقرير مصيرهم وحق العيش على أراضي بلادهم. إذن الفلسطينيين أنفسهم هم يرفضون لأن يكونوا عرضة لمثل هذا الاستغلال والتلاعب في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا.